أكد وزير النقل كامل الوزير على أهمية مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة تالس العالمية باتريس كين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد على خطي القاهرة الإسكندرية وأسيوط نجع حمادي، والتعاون المستقبلي في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو.